ترتبط فلسفة أي عصر بفلسفة العصور السابقة، فهي لا تظهر فجأة بل تعتمد على ما سبقها. ويرتبط تاريخ الفلسفة المعاصرة بنتائج الثورة الصناعية، حيث أن التطور الصناعي والاقتصادي طرح في أذهان الكثير من الفلاسفة المعاصرين مسألة الإنسانية وما تعنيه. فمع نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، شهد العالم الغربي أحداثا عظيمة، وأشاءت فلسفات هذه المرحلة كانعكاس للأحداث الواقعية التي عاشها الإنسان. فطرح التساؤل: ما الذي يعطي حياتنا معنى؟ هل الدين أم الحب؟ المال؟ الوظيفة؟ المعجبين؟ كرة القدم؟ التسوق؟ ربما لديك مفهومك الشخصي عن هدفك في الحياة، أو تعتقد بأنك خلقت بجوهر خاص كإنسان، أو أن هدفك الشخصي أعطي إليك بواسطة الإله. مهما كان الهدف الذي تسعى لبلوغه أو العمل الذي تؤديه، فالمهم أن تحدد لحياتك هدفا وتعطيها معنى. إن معنى الحياة هو شيء نرغب به بشدة ونحتاجه، لذا علينا أن نتحدث ماليا عن كيفية فهم حياتنا كذات لها معنى. إذا فكرت ماليا، ستجد الكثير ممن يكرس طاقاته في سبيل إيجاد معنى للحياة. قد يجده بعض الناس في الدين، أو عبر الدفاع عن العدالة الاجتماعية، أو تثقيف الآخرين، أو البحث عن الجمال بطريقة فنية. لا يهم كيف نقوم بالأمر، لأن هناك مجموعة من الفلاسفة الوجوديين يقولون إن جميع هذه الأشياء تعطي لحياتك معنى، ولكن في نفس الوقت لا أحد منها يستطيع ذلك. والسؤال هنا: من هؤلاء الفلاسفة؟ وما الوجودية؟ كن رجلا ولا تتبع خطواتي. بهذا القول الشهير للفيلسوف فولتير يمكن تلخيص الفكرة الأساسية للفلسفة الوجودية، والتي تسعى إلى تحقيق الحرية التامة للفرد دون وجود أي قيود، وذلك بوصفه صاحب قرار وحرية وإرادة. ولكن الأب الروحي والمؤسس الفعلي للفلسفة الوجودية هو الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيجارد. فقد نشأت الوجودية كحركة أدبية وفلسفية واضحة الملامح في القرن العشرين، كرسها واقع الحربين العالميتين، ففي وقت كثر فيه الموت وتملكت الإنسان مشاعر الخوف والضياع، وأصبح عند الفرد حالة من القلق الوجودي لدرجة أنه فقد كل معنى للحياة. وكذلك أسهم التقدم التكنولوجي الهائل وما ترتب عليه من آثار اجتماعية كبيرة وخطيرة، جعلت حياة الإنسان آلية وهددت وجوده الفردي. كما أن تمجيد العقل من قبل الأنساق الفلسفية الشمولية أدت إلى محو إنسانية الإنسان، فكان لابد من إعادة الأهمية له. لقد جاءت الفلسفة الوجودية ثورة على واقع الحرب وتبعية الإنسان للآلة، والمبالغة بتقييد الإنسان بالأخلاق والمفاهيم المثالية، مؤمنة بقدرة الإنسان الفرد على صنع وجوده الخاص وإعطائه معنى. الوجودية لا تدعو إلى حقيقة فلسفية واحدة، ولا تقول أن هناك هدف واحد يحيا من أجله الجميع. فالوجودية هي أن تحدد وتختار حياتك بنفسك، أن تخلع ثوبك الموروث وتكون حرا ومسؤولا لتصبح أنت المتميز والمتفرد. وتتضح سمات هذه الفلسفة في عدة نقاط. أولها: الوجود يسبق الماهية. البشر والكائنات والأدوات المحيطة بنا كلها تحمل ماهية، أي صفات جوهرية تميزها عن غيرها. فالحيوانات تسير على أربع، وتنقسم بين لاحمة وعاشبة، بينما يتكاثر بالولادة وبينما يتكاثر بالبيوض. والنباتات تتميز باللون الأخضر والجذور والساق والأوراق، ولكن كلها خلقت بماهية مسبقة ثم وجدت تحكمها الغريزة. أما الإنسان من منظور الوجودية يختلف بماهيته عن ذلك، فهو من وجهة نظر هذه الفلسفة يوجد ثم يحقق ماهيته وفق اختياره الحر. ولكن هذه الماهية تنقسم إلى قسمين:
ماهية عامة وماهية خاصة. أما العامة فهي مجموعة الصفات الفيزيولوجية العامة كانتصاب القامة والعقل وشكل الوجه وطبيعة الأطراف. وأما الخاصة فهي ما يأمل الإنسان أن يكونه ويسعى إليه، طبيب، مهندس، مثقف أو متدين. وبالنسبة للسمة الثانية من سمات الوجودية فهي التجربة الإنسانية، فأنا عندما أختبر فعل الخير مع الآخر كتجربة فردية أصل إلى نتيجة خاصة بي حول هذا الموضوع قد لا يعنى بها المجتمع. أما السمة الثالثة فهي الحرية والاختيار والمسؤولية، وهنا أنا ملزم بأن أختار كإنسان. فمثلا لو كنت وحيدا لأمي وهي امرأة كبيرة في العمر، وبنفس الوقت ناداني واجب الوطني للدفاع عن الوطن في معركة مصيرية، فماذا سيكون اختياري؟ وهل من أحد سيساعدني على ذلك؟ بالطبع لا، لأني أتمتع بحرية كاملة مما يزيد الصعوبة أمام اختياري. إنها الحرية المؤلمة، وهي العبارة التي قدمها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر تلخص مفهوم الحرية الإنسانية في الفلسفة الوجودية. فلو اخترت الذهاب إلى المعركة لكنت عنصرا صغيرا يشارك لتحقيق غاية كبرى تعود فوائدها على كل المجتمع. أما لو اخترت البقاء بجانب أمي فإني سأعطي اهتمامي الكبير لشخص واحد لا سبيل لاستمراره إلا من خلالي. إن هذا الجدل الداخلي لا يستطيع أي شيء في العالم، سواء أكان سلطة دينية أو أخلاقية أو اجتماعية، أن تحدد لي الخيار الصحيح. لأن من يجب عليه أن يحدد الخيار الصحيح هو أنا، وهذا يضعني أمام مسؤولية اختياري. ولكن هذه المسؤولية تصل بنا إلى السمة الرابعة للوجودية، وهي القلق الوجودي. فأنا الكائن الوحيد الذي يصنع نفسه بنفسه ويسعى لتحقيق الغاية التي رسمها لحياته، فأنا من يجعل الحياة شيئا جميلا يستحق أن يعاش. إن أهمية الفلسفة الوجودية تكمن في كونها اهتمت بالجانب العاطفي والروحي للإنسان، إذ عبر فلاسفتها عن أفكارهم بطريقة أدبية وفنية كما فعل جان بول سارتر في روايته الأدبية. وكان للفلسفة الوجودية أصداء في العالم العربي، فقد كتب عنها مفكرون كثر أمثال عبد الرحمن بدوي. وأخيرا يمكن القول إن الوجودية هي فلسفة الإنسان، إذ أكدت على حماية إنسانية الإنسان وتدعيمها في مواجهة كل ما يتهددها في العالم المعاصر، ولا يمكن لأي فلسفة إنسانية أن تستغني عنها.